اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا بدايه الاسبوع، يا رب اسبوع هنا وسعاده يا رب علينا وعلى كل متابعينا. بنحصر كل الاسئله اللي موجوده على السوشيال ميديا وبنجاوب عليها عملي وننفذها من خلال البرنامج بتاعنا، بنلبي طلبات حضراتكم من خلال متابعتنا للصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. الكل عايز يعرف المطبق، فانا حبيت اعمل المطبق النهارده بطريقه جديده لكل مبتدئ في المطبخ، المطبق المقلي. كلمه المطبق دي يعني عجينه بنطبقها جواها حشوه. ايه الحشوه؟ حسب رغبه ولادك واسرتك. معانا المطبق النهارده بالخضار، هندعمه ببيض مسلوق يعني بروتين حيواني اللي هو البيض، بدل ما نحط لحمه مفرومه. هنستغل اللحمه المفرومه النهارده مع البولونيز. البولونيز يعني لحمه مفرومه واخده صوص طماطم وزعتر مع اسباجيتي مع اللازانيا زي ما احنا عايزين. ممكن نعمل لازانيا بالبولونيز او نعمل الاسباجيتي مع البولونيز صوص. البولونيز صوص ده من المطبخ الطلياني، عباره عن لحمه مفرومه مع طماطم وزعتر، ومعانا اللحم ممكن يكون ضاني او كندوز. معانا النهارده للامانه طبق مهلبيه جامد جدا بالشوكولاته. كلنا عارفين الشوكولاته بترفع المود شويه وبتساعد على الذاكره، فخلونا نستغلها في طبق مهلبيه لطيف وجميل واخد طعم الفانيليا وطعم الشوكولاته. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه النهارده، المقادير في متناول الجميع، نقدر نعمل المنيو ده بتاعنا ببساطه شديده جدا من قلب باب الثلاجه او من المطبخ بتاعك دون التكلفه او دون ان احنا ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا. ولكن يعني طريقه الشيف المغازي في برنامج اكله امي ان باقل تكلفه ممكنه باقل مصاريف ممكنه تقدر تعملي اكل جديد بطريقه جديده بطعم جديد. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي نعمل المطبق النهاردة المقلي بطريقة بسيطة وسهلة، وكلنا عارفين مقادير عجينة المطبق على الشاشة في متناول الجميع. معانا الدقيق ومعانا خميرة ومعانا معلقة من السكر ومعلقة من الملح. أنا عامل العجينة مسبقا لأن هي لازم تتخمر ما بين 30 دقيقة و 45 دقيقة، فأنا كسبت الوقت ده وهتظهر مقادير العجينة على الشاشة بطريقة بسيطة تقدر تعمليها. هي بنت عم الفطير المشلتت، بس الفطير ما بياخدش خميرة، دي تاخد خميرة. ايه رأيك بقى في تبسيط المعلومة؟ تاني، عجينة المطبق النهاردة نفس مقادير عجينة الفطير المشلتت، الفرق بين الاتنين دي بتاخد خميرة ودي ما بتاخدش خميرة. عجينة المطبق هتاخد خميرة، عجينة الفطير المشلتت ما بتاخدش خميرة. العجينة معايا افتح كده عليها، وطبعا انا مغطيها عشان تتخمر بسرعة. عجينة طرية ولطيفة وجميلة، دي عجينة المطبق. مقادير المطبق: تشكيلة من الخضار اللطيف الجميل، معانا جزر مبشور وبصل مبشور وكوسة مبشورة وبيض مسلوق، ومعانا فلفل حار، معانا بصلة ناعمة، فص ثوم حلو، معلقتين زيت زيتون، معلقة زبدة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة، وهعلمك ازاي تعمل المطبق المقلي. المطبق كلنا عارفين هو أكلة طبعا من المطبخ السعودي أو المطبخ العربي، بتاخد كرات مصري، بتاخد تشكيله من الخضار، ممكن تاخد لحمه مفرومه، ممكن نعمل مطبق حلو بالموز، ممكن نعمل مطبق بالتفاح حسب الرغبه. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار، نشيل دي من هنا كده عشان مخرجنا عايزنا نشيلها، ونحط معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسه معهم مكعب من الزبده. وليه الزبده؟ اذا في زيت يا عم الشيف علشان نحمر البصله دي بسرعه من غير ما تنشف معانا. ناخد البصلايه الناعمه دي كده، اللهم صل على النبي، يلا بينا نقلب التقليبه الحلوه دي كده. بنبدا ان احنا نبهر البصلايه. نبهرها بايه يا عم الشيف؟ بنبهرها بشويه بهارات من الحلو هنا بتاعنا، معانا شويه زعتر حلوين، البهارات بتاعه المطبق فيك تتحكمي فيها، تعمليها بالحبهان، تعمليها بالقرنفل زي ما انت حابه. دي بهارات: ملح وفلفل، بابريكا، شويه كركم، كمان شويه زعتر حلوين عندنا، زعتر ابو سمسم الحلو السوري ده كده. نقلب البصلايه دي كده بالشكل ده كده، خدت طعم، خدت لون،
خدت شكل. نبدأ ننزل عليها بالجزر المبشور. الحشوة دي بعد ما نتبلها ونشوحها على النار بنكسر البيض المسلوق عليها ونسيبها لما تبرد، وفي الآخر بنشوف إزاي نعمل المطبق المقلي. دي كوسة، جزر، ممكن تحط سبانخ، ممكن تحط مشروم. عينيا عينيا، يلا شفت كده البصلية خدت لون إزاي مع الكوسة مع الجزر المبشور. نظافتك في مطبخك أول بأول، ودايما لما بقولك المطبخ يكون رايق معاكي، انت بتقف في المطبخ رايقة، بتضمن انك تقعدي معاهم على السفرة تدوق الأكل معاهم ويقولوا لك تسلم ايدك يا ماما. ادي معانا تشكيلة الخضار الحلوة. انت ممكن بقى ولادك بيحطوا سبانخ، حط شوية سبانخ. ولادك بيحطوا المشروم، بيحبوا المشروم، حط شوية مشروم. ممكن تحط بسلة، ممكن تحط بطاطس مبشورة. انا بفتح لك الحدوتة وبحكي لك الحدوتة والقصة وانت جودي زي ما انت عايز. مش اللي هو الزامي انك انت تستخدمي كوسة وجزر. الولاد مش بيحبوا الكوسة في الحشوة، حط بدلها مثلا سبانخ، بدلها بطاطس. شفت الحشوة دي؟ بصلة خدت زيت زيتون وزبدة، حمرتها بشوية بهارات، نزلت بالكوسة المبشورة والجزر المبشور. واخد الحشوة الحلوة دي كده احطها في كسرولة زي دي كده. اللهم صل على النبي. بيحب الفلفل الحار ولادك، جوزك ممكن تقطعها قرن فلفل حار في قلبيها. هناخد الحشوة دي كده زي ما هي، لازم تبرد. الله على الريحة الحلوة. نعم يا غالي، ممكن بيقولوا لي ممكن نحط الحشوة دي نية في قلب العجينة. الكلام ده لو احنا هنشويها في الفرن. انما طالما هنقلها في الزيت لازم الحشوة دي تتحط ايه، تتشوح على النار. البيض المسلوق ده بنحطه هنا كده بالشكل ده كده، ونكسره بالسكينة كده. دعمتها انا ببيض مسلوق. انت عندك لحمة مفرومة متعصجة في التلاجة طلعيها، عندك فراخ قبل كده كنت عاملة ملوخية بالفراخ، وعندك صدر فرخة طلعيه وقطعيه في قلبيها. شفت انا بوفر عليك ازاي المشوار؟ عشان ما توقفيش بس ايه وتقولي مفيش بيض في التلاجة، لو كان في بيض كنت عملت الأكلة دي خالص. لحمة مفرومة في التلاجة طلعيها، فراخ مفرومة في التلاجة ومتعصجة طلعيها، عندك سوسيز أو هوت دوج قطعيه وحطيها في قلبيها، سجق ماشي ممكن تحمريه وتحطها في قلبيها، شوية كبدة فراخ حطها في قلبيها، كبدة كندوس كبدة ضاني حمريها حطها في قلبها ما تحطهاش نية، حتى لو كبدة فراخ برضو قطعيها وحمريها حطها في قلبيها. انت تكوني شاطرة في المطبخ ازاي؟ انك انت ما تتحجميش في حاجة معينة وتقدري تقولي ان لو كانت دي حاجة موجودة كنت عامل خالصة، او تتصل على جوزك وهو في الشغل وتزعجيه والنبي انت جاي هات معاك بيض عشان شفت الشيف المغازة عمل مطبق وحط فيه بيض مسلوق. ايه الهدف ان انا احط بيض مسلوق؟ رقم واحد الاولاد بيحبوا البيض فبنغير شكل البيض في الاكل، رقم اتنين البيض بروتين حيوان لطيف وجميل، كالسيوم ومعادن. ممكن توفر البيض وتحط لحمه مفرومه حسب الرغبه. الحشوه انا جهزتها. العجينه المطبق احنا عاملينها مع بعض بالشكل ده كده. نبص عليها كمان اهي، عجينه طريه. شفت العجينه دي كده اهي، عجينه مطاطيه اتخمرت بالشكل ده كده. الله، شفت العجينه طالعه فيه دي ازاي؟ دقيق، كوبايتين من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره، معلقه سكر، ميه دافيه، معلقه ملح وانا بعجن، معلقتين زيت، ونعجنها بميه دافيه لتسريع عمليه التخمير. لو انت مش عايزه تقف في المطبخ كبير، في المطبخ وقت كبير، الميه الدافيه لما تعجني بيها بتساعد في ان العجينه تتخمر بسرعه. اللهم صل على النبي. ابدا اشتغل. طيب هنحمرها ازاي؟ الكلام ده مهم جدا. رقم واحد بنحط طاسه على النار، طاسه زي دي كده، نار شديده اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون بالشكل ده كده، مع معلقه سمنه. بجد اصبح ان المطبق هنا انا دعمته بالبروتين
زي الفل. دي معلقة سمنة لطيفة وجميلة، واسيب السمنة كده تسيح مع معلقة الزيت ونشوف نحمره مع بعض ازاي. بطريقة سهلة وبسيطة تقدر كل مبتدئة في المطبخ تعمله. ممكن تشويه في الفرن او تخبزيه في الفرن زي العيش او زي الحواوشي، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. ولكن انا هدفي ايه من تقديم مكونات الاكلة دي؟ الجزر فيتامين سي، الكوسة مفيدة جدا لمشاكل الامساك والقولون، البصل طبعا مش محتاجين نتكلم عنه، البصل والثوم دول اساسي في اي مطبخ في الدنيا، ومعانا البيض المسلوق ومعانا شويه البهارات الحلوين اللي يخلوا النفس تفتح نفسنا وناكل الاكله الحلوه دي كده. هنبدا ان احنا نشتغل، بس طبعا ما اقدرش ان انا احمر غير لما الزبده او السمنه دي تسيح مع الزيت بالشكل ده كده. وهنجيب شويه زيت جنبينا علشان اشتغل في العجينه بالشكل ده كده. زي الفل تمام، الله عليك. هنشيل دي من هنا عينيا وخرجنا مش عايزها هنا. ايه رايك كده؟ تمام. عايزك نشوف تفاصيل عمل المطبق، اخبار الزيت ايه اهو. لا والله مخرجنا يعني سال سؤال لطيف، قال لي بوتاجازك شغال؟ فانا بتكلم، انتوا عارفين دي طريقه الشيف المغازي وتلقائيته. لما يكون المعدن اللي بتسوي فيه زي الحله اللي معايا دي سميك جدا بتاخد وقت على ما بتسخن، مش لازم لما احط الزيت او السمنه تسيح مباشره، لا في وقت هنا وفي طايم هنا، دي لازم تسخن كويس. ولما بتسخن كويس بتريحك في حاجات كتير قوي. رقم واحد الاكل بيطلع مظبوط، رقم اتنين الحاجه مش بتتحرق معاكي، رقم ثلاثة بتحتفظ بدرجه الحراره في قلب الحله او في الطاسه اللي بتشتغلي فيها. اعتقد كده هي تمام وزي الفل. نبدا نشتغل مع بعض واحده واثنين وثلاثه. هناخد العجينه كده، حطيت ايدي في الزيت، اخد عجينه بالشكل ده كده وافرتها كده، وناخد حشوه من دي كده ونحطها في قلب العجينه ونقفلها بالراحه كده اهو. شفت بقفلها ازاي اهو بايديا كده، الله عليك. واخد العجينه الحلوه دي كده اهو وافرتها تاني والحشوه جوه. يلا بينا يلا بينا. والزيت بيسخن، اخباره ايه؟ زي الفل. اللهم صل على النبي. نشتغل واحده واثنين وثلاثه مع بعض اهو. ايديا في الزيت، ليه بتحط ايدك في الزيت يا شفنا؟ عشان العجينه ما تمسكش فين؟ في ايديا. وافرد كده اهو على كف ايدي اهو، مش لازم على البلانشه. واخد حشوه، ممكن تحط زيتون، زيتون اخضر، زيتون اسود، زي ما انت عايز. نعم يا غالي ممكن. واللي ممكن نحط جبنه، نحط جبنه. ما شفتوا بقى بدا الواحد كل واحد يطلع اللي جواه ازاي؟ كل واحد جواه شيف اهو اهو اهو. شفت العجينه اهي، المطبق المقلي اهو. يلا بينا كمان واحده، يلا مع بعض اهو. ادي العجينه سهله خالص. ولكن تاني استاذن فريق العمل، نطلع بعجينه المطبق تاني قبل الفاصل عشان العجينه دي مهمه جدا، تقدر تعمليه لاولادك راجعين من المدرسه يلاقوا حاجه سريعه. الحشوه من قلب التلاجة، بيض مسلوق على خضار، على صدر فرخه، على شويه لحمه مفرومين، على شويه سوسيز اهو. شفتي اهو، والفها كده اهو 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 اهو، وتاني اضغط عليها كده اهو، وبتستوي في قلب الطاسه. عايزه نار شديده؟ لا، نار هاديه جدا. ما ينفعش نار شديده هنا، ليه يا شيف؟ عشان العجينه تحمر وتستوي من جوه اهو. واعملها زي البرجر كده او زي الاقراص كده اهو، واحطها هنا. ناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وسيبونا انا اعيش مع المطبق المالي مع صوره حلوه على الشاشه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين مخرجنا عايز يعرف الزيت. على فكره الزيت هنا هو البطل في القصه، على فكره بيخلص ايدك زي شعره من العجين، بيقولوا انك انت ايدك ما فيهاش عجين خالص اهوت، تتحكمي في العجينه. انا لو مش حاطط ايدي في الزيت مش هعرف اعمل في العجينه كده اهو. اطبطب عليها كده وافرتها واخدها كده بالشكل ده كده. يلا بينا يلا بينا، دي في النص
تمام. نعم يا غالي، عينيا حاضر. عايز نقلب واحدة. طب ما تخليك معايا كده ونشوف أخبارنا إيه في القلبان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حطيت أنا واحدة في الأول هنا، دي نيجي نقلبها كده مع بعض. يلا بينا. إيه الحلاوة دي؟ دي التانية؟ حاضر يا فندم. إيه الحلاوة دي؟ نشوف دي التالتة كمان؟ أهو. الله. بالترتيب كده. ودي الأخبار هايدي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حاج، هو ده. دي هسيبها شوية، اللي أنا حطيتها الآخر دي هسيبها شوية. حلو؟ الصينية ما تاخدش غير كام؟ 2 4 6، كفاية أوي الستة دول. حلو؟ طب نشيل الحشوة دي والعجينة دي، بعد ما نخلص الهواء نشتغل مع بعض عشان نتغدى مع بعض. ونشيل الزيت تاني. بتشتغلي في فطير مشلتت؟ عشان انا كده في البدايه قلت خالص بتعملي فطير مش والله في محاضر يا فندم. حاضر حاضر. بيقول لي حط واحده هنا. يلا انا بسمع كلامك. حاضر. واحده صغيره. حاضر. ما انا بس تحمر شوي، حط دي في الزيت تاني اهو. ده احلى فطار. مش كل يوم بان كيك عجينه هتعملها كده؟ مش تاخد منك 5 دقايق وانت واقفه في المطبخ كانك بتعملي كوبايه شاي. والحشوه زي ما انت عايزه، ممكن تحط جبنه موزاريلا، ممكن تحط جبنه مع خضار، سبانخ، مشروم، لحمه مفرومه، بس انت وجيبك. شفت العجينه دي الصغيره دي بتاعتي؟ وقلبها كده. يلا بينا يلا بينا. في قلب المكان ده، بس دي الصغيره بتاعتي. حلو. نشيل الحشوه دي من هنا. ممكن ناكلها مع كاتشب، مع مايونيز. الحشوه دي عملت شويه، تقدر تحطها في كيس وتحطها في التلاجة، تستخدمها تاني يوم تالت يوم زي ما انت عايزه. والعجينه نفس القصه على فكره، دي بتتاكل سخنه بتبقى لطيفه وجميله. يعني مش لازم انك انت تعملي الحشوه مع العجينه في نفس اليوم، تقدري تعجني العجينه وتخليها في التلاجة في كيس، والحشوه كمان في كيس وتستخدمها تاني يوم. انا دوري تاني، وهدفنا من البرنامج بتاعنا اكله امي بيفكرنا بامهاتنا وبركه امهاتنا اللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم يا رب، واللي عايشين ربنا يطول في عمرهم يديهم الصحه وطولة العمر ونستمتع معاهم. واللي عنده ام كل يوم يبوس ايديها ورجليها بعيده عنه يتصل بها كل يوم الصبح وعينيه بتفتح كده مع الصباح، لازم اول حاجه يعملها يتصل بامه بمامته بماميته. نقلب دي. حاضر يا فندم. حاضر. دي هتلاقيها احمرت شويه عشان هي في الايه، في نص البوتاجاز اهو. سامع الصوت كده؟ الله. عايزين نعمل مكرونه مع البولونيز صوص. طلعنا اخواننا وحبايبنا بيعملوا البولونيز صوص بمدرسه الطلياني. ايه هو؟ خليط ما بين اللحم الضاني والكندوز، او اللحم اللي هم بيحبوه دون ذكر اسمه، مع اي نوع لحم تاني، بيبقى خليط من اللحوم يعني، بياخد صوص طماطم وزعتر. حلو الكلام. انا هعمل البولونيز النهارده بلحم كندوز مفروم معايا مع بصله مع تومه مع زعتر، ونشوف نعمله مع بعض ازاي. نعم ما تقلقش، انا موطي النار. العجينه لازم تستوي على نار هاديه، وكميه الزيت مع السمنه تبقى قليله. سمنه وزيت مش زبده، اوعى تحط زبده. الزبده هتخلي لك العجينه تسود وتحمر بسرعه، والخلطه لسه من جوه العجينه نيه. شفت الصوره اللي على الشاشه دي؟ صوره ذهب اهي، ذهب 21. شفت ازاي؟ اهو مخرجنا يبدع، اساتذتنا المصورين يبدعون. نقلب تاني. حاضر يا فندم. فين الاولى؟ الاولى كانت هنا اهي. لا لسه عايزه شويه دي. انا هفطرك منها دي. دي لسه. لا دي تمام دي. ودي كمان اهي. الله. مش كل يوم تفطري العيال بانكيك بس. حلو. ممكن تحط جواها جبنه رومي، تحط لحمه مفرومه زي ما انت عايز. مقادير المكرونه شفناها يا شباب. طيب المقادير على الشاشه. اسباكيتي بولونيز، ممكن نعملها بالاسباكيتي، نعملها بالبنه، نعملها لازانيا زي ما انت عايزه. معانا لحم مفروم كندوز، معانا بصله وتومه، معجون طماطم وصوص طماطم، ومعلقه سكر
سكر على صوص الطماطم يا سكر علشان نعالج مشاكل الحموضة. ممكن نحط بقدونس مفروم أو جبنة برمجان أو جبنة برمجان أو جبنة رومي مبشورة، ونعمل طبق مكرونة مع البولونيز صوص. مدرسة البولونيز إن إحنا بنسلق المكرونة نقدمها في سفنديش أو نقدمها في طبق ونحط عليها البولونيز وعلى وشها الجبنة. المطعم الطلياني بيقدم لك الجبنة جنب المكرونة، تحط حسب الرغبة، ده اختياري، ولكن احنا ممكن نحط جبنه على الوش او ما نحطش حسب الرغبه. حاضر يا فندم. بيقول لي اقلب لي اللي ما اتقلبتش دي عشان شكلها. اه حاضر. اهو بقت كلها مقلوبه. حلو. اول حاجه هعملها هسلق المكرونه. سلق المكرونه هنا، ماء مغلي، معلقتين زيت، رشه ملح. حذاري تحطي مكرونه في ميه بارده، لازم تكون الميه سخنه او مغليه. ليه يا عم الشيف؟ عشان المكرونة ما تتكسرش منك، عشان المكرونة ما تعجنش منك، سواء سباكيتي سواء بينا، لازم تكون المية بتغلي وعليها ملح وعليها زيت. مدرسة المغازي ما بتغسلش المكرونة بعد السلق، محدش بيغسل المكرونة بعد ما بتتسلق نهائيا. ممكن تاخد الصوص بتاعها وتاخد الشوربة بتاعتها والمية بتاعتها تستخدميها في عمل البشاميل او الوايت صوص زي ما انت عايزة. خلونا نطلع المطبق من النار، وانا بضيع وقت على ما المية تغلي على مناديل المطبخ كده. بنطلع واحد واثنين وثلاثة من المطبق بتاعنا بالشكل ده كده. حلو. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ فين الاولى هنا؟ اهي، شوف الحلاوه دي بالله عليك. بص على الحلاوه دي، بص على الجمال ده. دي اللي في النص استوت. ممكن نعمل حركه كده، عايزين العجينه تستوي كده. اه نعمل الحركه دي كده. انت لما تبقى شاطره زي كده هتبدعي. اه دوناتس، تفكرك بعمليه دوناتس، هي نفس العجينه. ممكن نعمل بقى دوناتس عليها. انا بحبها مقرمشه شويه. وسهل لو عملت حاجه جديده لاولادك، تكلفه قليله. الحشو اللي في الثلاجه جبتيه وحطيتيه، ما جبتيش حاجه من بره. دي عايزه تستوي شويه، ممكن نعملها كده كده اهو كده. عايزها من الجنب متحمره. حاضر يا فندم. كده عادي اهو. شفت انا ازاي واقفه بعيد عن النار واولادك ما يخشوش المطبخ. تحمري في زيت وسمنه، فكره عمل الفطير المشلتت. اوعي تحطي زبده خالص. اهو شفت العجينه بتلف في ايدي ازاي؟ اهو بحمرها من الجناب، انا بحبها مقرمشه. اهو اهو حاطط الشوكه في قلب العجينه وبتلف معايا اهو، عامله زي الترس. اهو اهو لغايه لما تحمر. اهو شفت ازاي؟ اهو حلو. مش عايزه نار شديده، بس عشان ايه ما نتفلسفش. نار هاديه خالص. العجينه اللي زي دي عايزه نار هاديه. ناخدها كده انا. كده حلو قوي. على نفس النار على فكره، واعمل حاجه لطيفه دلوقتي بس عشان اخواننا وحبايبنا. شويه الزيت دولت انا عايزهم، اقول لك عايزهم ليه. شفت بقى الشيف المغازي ما بيرميش حاجه. هاخد الزيت ده اخليه هنا وارجع منه شويه صغيرين كده، او السمنه يعني. شفت التركية دي قبل الفاصل؟ بليز. ها هنحط البصلايه الناعمه. حلو. هنحط الفص التوم الناعم. والله انت ابن حلال كده، انت جبت التايهه زي ما بقول. اهو ده توم، دي زبده. لا خلاص احنا طلعنا من المطبق، طلعنا من المطبق. خلينا في اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. البولونيز لحمه مفرومه اهو. ممكن نطلع فاصل كده زي ما حضراتكم عايزين، وسيبونا عيش بقى مع الحله بتاعتي كده، واقلب اللحم المفروم مع الجزر عشان عايز اعمل بولونيز احلى من اللي بيعملوه الطلاينه. وعند الميه يلا شوف المكرونه عينيا اهو. بص بص المكرونه هتنزل ازاي في قلب الحله اهو. بص هو ده. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف البولونيز مع سباكيتي
عملنا بطبق مقلي، هنرجع مع طبق مهلبيه بالشوكولاه بهديل كل اطفالنا واولادنا اللي بيروحوا المدارس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا المطبق على الشاشة، مخرجنا ياريت يجيب الصورة الحلوة دي كده يغزلها شوية. وهنعمل دلوقتي المكرونة الاسباجيتي مع البولونيز صوص يا مسهل. حلو. وهنعمل طبق مهلبية جامد جدا بالشوكولا. مهلبية يعني حليب، يعني نشا، يعني فانيليا، يعني كاكاو، يعني سكر او عسل حسب الرغبه. نكمل الحدوته بتاعه البولونيز. مدرسه البولونيز نقدر نعملها مع اللازانيا، نعملها مع البنه. اضافه الجزر ده اختياري اهو. ميزه البولونيز ان هو متعدد الوصفات، تعملي بيه لازانيا، تعملي بيه كوسه بالبشاميل مع لحمه مفرومه، تعمليها فطاير، تاخدي منها شويه وتحطي في الحشوه اللي عملتها من شويه بتاعه المطبق. طالما عندك لحمه متعصجه بالشكل ده تقدري تستغليها في حاجات كتيره زي الفل. هعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هحط معجون الطماطم اهو. الله. وصلصه الطماطم، طالما حطينا معجون طماطم وصلصه طماطم وطماطم بنحط معلقه سكر. علل ولماذا؟ يلا بينا. عشان الحموضه اختياري، يعني معلقه سكر كفايه. حلو. ونقلب دول كده. الله. اهم حاجه التركية اللي انا عملتها من شويه، نفس الطاسه اللي كنت بحمر فيها المطبق بشويه السمنه، نزلت بالبصله، نزلت بالتومه، نزلت باللحمه المفرومه، وحمرت البصلايه وعملت البولونيز في نفس الطاسه او في نفس الحله. لان السمنه هنا بتدي طعم حلو للبولونيز. المكرونه نبص عليها اهي راحت فين؟ ما هي في قلب الحله، انت كنت بس شايفها دلوقتي سليمه علشان كانت لسه ايه، ما اتسلقتش. انما اول ما بتنزل في الميه المغليه بتبقى بالشكل ده كده. سيبها تستوي. المكرونه هاخدها من الطاسه دي او من حله السلق مع زيت الزيتون، هضيف لها مكعب من الزبده واغرفها على طول. اوعي تغسلي المكرونه، ده البولونيز خلاص. ممكن نشوف مقادير المهلبيه. ده جاهز. بهارتنا هنا ملح وفلفل. الله. ده بريء، بريء من الكمون والكزبره. البولونيز ما يتحطوش لا كمون ولا كزبره، حط له زعتر وملح وفلفل. ممكن نحط بابريكا. مقادير المهلبيه على الشاشه. نشا ده اساسي، او رز مطحون ناعم اختياري، نشا الرز يعني، او نشا نشا الذره. مهلبيه تتعمل بدقيق يبقى ده بشاميل مش مهلبيه. حلو الكلام. ومعانا حليب وسكر وفانيليا وكاكاو وشوكولا. احط شويه، عايز احط شويه بهارات، احط شويه زعتر. حلو. الله. شفت الجو ده كده؟ عجبني قوي البولونيز ده، دسم، في دسامة، في دسامة. ممكن تعملي شوية زي دولت وتخليهم في التلاجة. عندك عجينة بانكيك أو عجينة كريب طلعيها وحشيها. عندك مكرونة بنة مسلوقة، شوية بشاميل، عملت مكرونة بالبشاميل. عندك كوسة هتقطعيها وتعملي كوسة بالبشاميل برضو زي ما أنت عايز. أخبار المهلبية إيه؟ طالما اشتغلت في الحلو طبيعي على طول
بنغير الجلافزات، نغير الشوكه، نغير السكينه، نغير البلانشه، كل ده. معانا حليب؟ اه. بنحط الحليب. ايه الاخبار؟ الله، حلو. مهم جدا الحليب بيغلي على نار هاديه في البدايه عشان نذوب النشا فيه. حلو الكلام؟ اه. معانا نشا وسكر وفانيليا. ادي السكر. نعم، اختياري. والله انت عايزه سكر كتير، زود سكر برغبتك يعني، وراح حسب راحتك. عايز تحط عسل، حط عسل حبيبي. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ حط النشا. حلو. نحط الفانيليا. عندنا كاكاو. كل دول مع بعضيهم. سهلة جدا المهلبية اهو. ونقلب دول مع بعض على نار هادية. اللهم صل على النبي. مهلبية بالشوكولاتة. كلنا عارفين الشوكولاتة، تجيبي نوعية كيك حلوة، نوعية كاكاو حلوة، ولكن نصيحة مني تعملي المهلبية بالكاكاو النوعية الكويسة. ما عندكيش كاكاو، بتجيب الشوكولاتة وتسيحيها وتحطيها على الحليب والنشا، أو تبشريها حسب الرغبة. اه. عينيا. اه. حاضر. عينيا. ايه الحلاوة دي؟ شفت؟ ده لازم يستوي على النار، لأنه ده هيتاكل على طول على الاسباجيتي، مش هيروح النار تاني. اه. شفت البولونيز ده كده؟ القوام ده لازم مطلوب. بعض المطاعم وبعض المدارس، وده اختياري، بيحطوا معلقه دقيق مع البولونيز عشان يبقى له قوام ويعوض قوام اللحمه بالدقيق. فدي مدرسه تانيه يعني، بيبيع هنا، احنا مش بنبيع هنا، بنعمل اكل لاولادنا. شوف انا بقول لكم على كل التفاصيل. اه. نذوب الحليب. ونشيل كل ده من هنا عشان عايزين نغرف مكرونه دلوقتي. شيل البصل والثوم، ملوش عوزه. مكعب زبده حلو هنا عايزه انا دلوقتي، اقول لك هنعمل بيه ايه. الشوكولاته الفرنسيه دي هنخليها نزين بيها المهلبيه بتاعتنا. عايز اعمل طبق مكرونه حلو، ممكن نغرف المكرونه هنا، اختياري. الله. باخد مكعب الزبدة الحلو ده كده، بحط على المكرونة وهي بتتسلق. شفت بقى التركية دي؟ اهو ده تديها لمعة. شفتي؟ اهو. الله. مية المكرونة دي ما تترميش. اهو. شفت المكرونة اتغيرت ازاي؟ اه، فرحت. أهو. مكعب زبدة مع سلق المكرونة. أهو. زي الفل. اسيب المكرونة كده على النار، هاخدها على طول من المصفى احطها في طبق التقديم واحط عليها البولونيز وانا شغال واحده واحده. يبقى انت كده رحت على ايطاليا، على روما، جبت اشهر الاكلات عندهم بالبولونيز اسباجيتي. ممكن تقدمي معاها جبنه اختياري. شايفاه بيغلي على النار حلو ازاي؟ اه. ممكن اعمل التركايه دي كده. يلا، دي زبده. اه. الله. آه. عندك لازانيا، استخدميه في اللازانيا. اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. ادي الاسباجيتي بتاعتي. بص بعمل ايه. اهو. يلا بينا هنا، ويلا هنا. اهو اهو الاسباجيتي بتاعتنا خدت الزبده، خدت الزيت، بنحطها هنا. الله عليك يا عم الشيف. اوه ده. الله. أنا بحب الطبق ده على فكرة. دي أنا عاشق للمكرونة دي.
ولازم تستوي هنا، خلي بالك. هنا مش هتخش النار تاني. البلونيز شيل دي كده ونحط دي على نار شديده، ونشيل دي من هنا ونروق على البوتاجاز بتاعنا تاني. بنصحك وانت واقف في المطبخ اول باول تروقي مطبخك عشان نفسك تتفتح وتقعدي في وسط ولادك، في وسط ضيوفك، مع اخواتك، تستمتعي بالاكل زي الفل. هناخد البولونيز بتاعنا نقلبه كده. شفت الحلاوه دي؟ الله عليك يا عم الشيف. شويه بولونيز. كتاب مين يا راجل يا طيب؟ زي ما قال المغازي اهو. ينزل فين؟ الله اكبر. يلا بينا. حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. مع المكرونه البشاميل حكايه. تعملي مكرونه بشاميل النهارده لضيوفك يا حلوه. اختياري. انا مش بحب الجبنه بقى، الجبنه بتشيل طعم البولونيز. حط شويه بقدونس حلوين كده. الف هنا وشفا للي ياكل. صحتين. نرجع للشوكولاته بتاعتنا. ايه الاخبار؟ مهلبيه طلعت كمان. حليب، نشا، كاكاو، فانيليا، سكر. حليب، نشا، كاكاو، فانيليا، سكر. قولي ورايا. حليب، نشا، فانيليا، كاكاو، سكر. مهم جدا وانت بتعملي المهلبيه يكون في نار هاديه، لان الحليب عندك هنا لو شاط منك ملاش علاج خالص. اوعي تقولي لي بقى احط بطاطسايه واشيل، لا خالص، دي ملاش علاج. بدات تتقل معايا اهي. وانا واقف اهو زي الحلاوه. والله بدات تتقل معايا. وريها لك دلوقتي القوام اهو، والله مش بكذب. حاضر. بص، طالما مسكت المضرب بايدي كده اعرف. تبني حلال. بص اهو وانا واقف على النار. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. خلاص يلا بينا، يلا بينا. كاكاو. خلصنا؟ خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. تاني. انا بحب الشوكولاته اللي لونها غامق مع القهوه، وعمري ما شربت القهوه بسكر، هي بديله للسكر. حاضر. بس كفايه، بس كفايه. هروق لك على الدنيا دلوقتي. حاضر. حط الشوكولاته دي نزين بقى كده. يلا بينا. مهلبيه بالشوكولاته. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. عملنا المهلبيه بالشوكولاته لاطفالنا الحلوين اللي بيذاكروا. عملنا مكرونه مع البولونيز صوص زي ما حضراتكم شفتوها، المدرسه المغازيه، عمايل البولونيز. عملنا كمان مطبق بطريقه جديده النهارده للمبتدئين في المطبخ، بعجينه بسيطه وسهله بنت عم الفطير المشلتت، ولكن بالخميره زي الفل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله بسيطه في متناول الجميع. يعني نقول مع بعض بصوت عالي، رؤيه وفن وابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.